جماعة قتل حسين. لماذا علي قام بقتل حسين في الجزء السابق؟ هيا نضغط على علي لمعرفة السبب. أخذ لك جايب لك الثقيل. لا يا زلمة عن جد هيك صرت الزبالة. طيب وهذول؟ هو أنا نجار ولا قاضي؟ حسنا يا جماعة قتله بسبب استهزاء حسين. نضغط حكم. لدينا ثلاث خيارات. الأول ندع الشرطة تجلده، الثاني نأخذه لغابة الأشباح، الثالث نطلق سراحه. أنا بصراحة محتار، سأترك الإجابة لكم بالتعليقات. فأصيد اللي اختار أن الشرطة يجلدوني أو غابة الأشباح. يا جماعة أنا أخوكم، لازم أنكم تدافعوا عني. أنتوا شفتوا كيف حسين استفزني، فلازم أنكم تطلعوني بريء. تعليقاتكم هي اللي راح تحدد مصيري. والآن اضغطوا زر اللايك لمن ألبس بدلتي ويلا نبدأ. وصلنا بنهاية عند مرحلة الركض في الأرجاء، فخلينا نلعب ونشوف إيش فيه. إيش في هذا يا حبيبي؟ أنت بنت لابس كيف طالع كذا زي الأهبل يطير يركض؟ لماذا كان عارٍ؟ خلينا نبحث بالسبب. هاي كان يستحم. أيوة فجأة صار زلزال وراح يركض طلع من البيت. لقد اختبرت شعور الهزة الأرضية مرة، ولحسن الحظ كنت مرتديا ملابسي. بالفعل يا جماعة أيام صار زلزال بتركيا ما تتخيلوا الرعب اللي أكلته. نزلت زي الأهبل بالشارع، ولكن الحمد لله أنه وقتها كنت لابس ملابسي. في بعض ناس كانوا لابسين. فحاليا عندنا ثلاث خيارات عشان نحكم على الرجال. اول شيء يقول لك نحطه بالسجن، ثانيا غرامه ماليه، واخر شيء نطلق سراحه. وعلى الاغلب حاختار اطلاق السراح، لانه يا جماعه الروح اغلى من كل شيء، وانا متاكد انه عاش رعب مو طبيعي. يلا المرحله التاليه هي واجهه المتجر. يلا خلينا نشوفها. لماذا قام برفس الرجل؟ ليه اداله كذا؟ المسكين وقع بالارض، يمكن انكسر ظهره حتى. خلينا نحاول نكشف السبب مثلا هنا، او الدبدوب، او الرجال، او المتجر، او اها ايش هذا؟ وات هي نزل ثلج. اها اللي فهمته يا جماعه الخير انه خايف عليه عشان ما ينزل الثلج فوقه. طيب يلا خلينا نحكم عليه. المحلفين يقولوا لا اظن انها كانت الطريقه المثلى للمساعده. يا حبيبي ايش كان لازم يسوي يعني؟ لو مو مسوي هذه الطريقه كان حيموت. انتم عارفين ايش يعني؟ الخيار الاول يقول لك نطلق سراحه، الخيار الثاني نخليه ينظف الثلج الموجود بالشارع، والخيار الثالث غرامه ماليه. والله غصبا عن المحلفين حاختار اطلاق الصراح. ها 25 هذول يخدعوني ولا شو؟ البدايه كانوا ضدي بعدين صاروا معاي. شو هذا؟ معلفين فاشلين. يلا التالي القياده المتهوره. العب. ما الذي تسووه؟ كبسته. هاي لا يكون قطعت الاشاره حمراء. تعالي قطع اشاره انا اوري امك. ايش هذا؟ في مكياج بالارض. لا يكون المكياج هو السبب. شو هذا؟ اها يا حبيبي مكياج بالسيارة؟ يعني الله اكبر، ما في مكان ثاني بالبيت بالعمل بوقت اوصل. لا الوقت المثالي لوضع المكياج بالفعل بالسيارة يا حبيبي. تعالي خلينا نجلدك. اول شيء يقول لك غرامة مالية، الخيار الثاني نسحب رخصة القيادة منها، والخيار الثالث ان نسجنها. وانا اعتقد افضل خيار يا جماعة الخير هو السجن. يلا روحي عشان غيرك ما يسويها. قال لك مكياج بالسيارة، حتى اخذت علامة تامة من الجمهور. اخ منكم انتو يا النسوان، همكم بس انكم تضبطوا انفسكم والمكياج، ما يهمكم لو جلدتوا ناس دعستوهم عادي. شدك واشك ابوك داخل داخل تشدنا وشك ابوي المنقذ. خلينا نشوف ايش حيصير. لماذا لم يقوم المنقذ بانقاذ؟ هاي يا منقذ يا سافل، ايش وظيفتك انت بالحياه؟ ليه ما انقذته؟ ما انت شايف انه الرجال قاعد يغرق. خلينا نشوف ايش السبب. الو الشاشه تروح بعيد. مرحبا شباب. اها هاي في قرش. المفروض انه ينقذ هذه مو هذاك. طيب خلينا نحكم على جدو. المحلفين يقولوا الم يكن بامكانه انقاذهما كليهما. والله شوفوا بصراحه انا مكان المنقذ اشيل حالي. اهربوا ابعد يا زلمه قرش فيه. شو؟ لكن ما دام هو منقذ فلازم يكون شجاع ويحل رزقه. ليش ما انقذهم؟ تعال خلينا نعاقبك. اول شيء يقول لك نخليه يشيل الاوساخ من على شاطئ البحر، الخيار الثاني نرميه بالبحر عشان القروش تاكله اكل، والخيار الثالث نعطيه جائزه. مو تخسي؟ اي جائزه تتكلموا عنها؟ ترك الرجال يموت وبدكم نعطيه جائزه؟ والله غير ما اشغلك الا زبال. تعال
عشان تتعلم و25. يا سلام، شفتوا كم 25 جبت ورا بعض؟ أربعة. سوبر هاتريك يا حبيبي، عشان تعرفوا اني قاضي اسطورة فاستاهل اكيد زر اللايك. اضغط زر اللايك يا عزيزي، حمسني عشان استمر. يلا التالي، المرحلة تقول الرجل المكفوف. شو هذا؟ العب. لماذا قام الكلب بعضه؟ وح هاي رجل كبير بالعمر يجي كلب يعضه آخر عمره، يعني تفضل الآن، يعني تفضل ساد على وياي أنت. وفوقها أصلع وأعمى حتى. يلا خلينا نستكشف العدسة هذه، العضة مثلا هنا nope. أو شيء بيده أو هذه الأماكن. ألو وين السبب يا أخي؟ هاي سم فئران كان شايل عشان يشربه. أو ماي جاد يا اخي هذا الكلب اسطورة، كان حيموت الاعمى والحين صدقت انه الكلاب اوفياء من جد. يلا خلينا نحكم، سيكون الكلب صديقك المقرب في كل الاوقات. الو صديقي المقرب، سمعت انك كلب وحضل معي طول الوقت، بس ابشر خلاص حضبطك بالعظام. تمام اهربوا. طيب يا جماعة عندنا ثلاث خيارات، الخيار الأول نسوي له جائزة أسطورية للكلب، الخيار الثاني نسكر فمه وما نخليه يعض بحياته ولا حتى يأكل أصلا، والخيار الثالث نجيب له كنز مليء من العظام زي ما حسوي الخوي. فأنا أختار الخيار الثالث حبايب. 25 يا سلام. الارتطامي عن عمد، خلينا نشوف إيش صار. لماذا قامت شحنته؟ إيش في إيش في قاعد يرفس فيه ويمشي. خلينا الآن نكشف إيش السبب وبعدين نحكم عليه. ألو هاي سيارة تتحرك. السلام عليكم. كان في قطار جاي وحيروحوا. يا إلهي شيء يخوف يا جماعة، أحس لما شفت القطار جاي خفت. كان القطار على وشك الاصطدام بالشاحنة بالفعل يا محلفيني، فعشان كذا صار يخبط فيه. الخيار الأول نخليه يدفع فلوس عشان الأضرار اللي سواها، والخيار الثاني نخليه منظم مرور، والخيار الثالث نسحب من أبوه رخصة القيادة. وأنا أشوف إنه الحق على هذا الورع لأنه وقف فوق سكة القطار، كان المفروض إنه يوقف قبلها. متى يعرف ممكن يجي قطار، فلازم دائما تحسب عشان تسلم، وهذا الولد ما يعرف يسوق، فلازم اني اسحب منه رخصة القيادة. ويلا ولي و25 ليتس جو. التالي لص الدراجات، يلا خلينا نشوف حرام الدراجات هذا ايش قاعد يسوي. لماذا قام بسرقة الدراجة؟ اي على كيف امك تسرق الدراجة وتمشي كذا؟ تعال نشوف. تعال ايش هذا في ورقة بالارض؟ نموذج معلومات الامتحان. ايش في شكله عنده امتحان المسكين. خلينا نحكم على جده، لا يوجد مبرر للسرقة. ام يوجد؟ قاعدين تسألوني، المفروض تساعدوني محلفين تافين. الخيار الاول نرسمه بالامتحان، الخيار الثاني نروح نهدي دراجة، والخيار الثالث نطلق صراحة وما نسوي له شيء. طيب والدراجة يعني ايش الخيار الثالث هذا؟ يعني احنا نعرف انه سارق الدراجة ولكن ايضا كان سارق اسئلة الاختبار، فلذلك برسم جده. تعال يلا ارسم. هاي ليش 20؟ ما انتوا كنتوا تسألوني هل يوجد مبرر ام لا يوجد؟ شو هالمحلفين الفاشلين هذول؟ لا حول ولا قوة الا بالله، قاطف الورد. العب يلا خلينا نشوف. هاي ممنوع قطف الورد هنا مكتوب، ليه تقطف ورد يا غبي؟ لماذا قام بقطف الوردة؟ ايش هذا الشيء؟ اها عيد الام عشان ياخذها لام. يا حبيبي يعني تخرب الطبيعة عشان تاخذ هدية لامك؟ اوه يا له من صبي لطيف. لا والله مو لطيف. اول شيء نعلمه انه يزرع الورود بالحدائق، ثاني شيء نخليه يدرس ويذاكر 24 ساعة، وثالث شيء نخليه يروح على غابة الاشباح، والخيار الثالث هو الخيار الاساسي وما في غير غابة رسبوني المحلفين الفاشلين. اطلع برا انت وهو، اطلعوا محلفين فاشلين ضد الطبيعة، الطبيعة هي اهم شيء لازم نحافظ عليه. قال لك اسرق ولود عشان عيد الام. يلا بس فأس في الهواء. شو هذا؟ قتلوا بقلبه عطاه الفأس. لماذا حاول قتل الرجل؟ ما هو ما حاول، هو قتله وانتقل الى رحمة الله. خلينا نشوف ايش السبب. لا والله ما قتله، قاتل افعى طلع. ماذا لو اخطأ؟ ما هو ما اخطأ، الحية كانت حتاكل الرجال ذاك. والله احس ان هذول المحلفين حيخنقوني. ما هو لو ما مات بالفاس كان حيموت بالحية. يعني الخيار الاول نخلي الرجال ابو الفاس مصارع افاعي، والخيار الثاني ندفعه غرامة مالية، والخيار الثالث نطلق صراحة. والله غصبا عنكم حاطلق صراحة ولما تعطوني 25 لا على ابو. شو هذا؟ ليه 20؟ ابو القرف يا شيخ القفز.
اكثر شيء قاهرني يا جماعه هم المحلفين التافهين. هاي ايش صار؟ احا البيت كان حينفجر من الغاز، فعشان كذا وشت. اكيد السبب هذا يعني واضح. الو هاي طبخه ايش؟ اوه كان خايف من الطبخه انها تفجر ابو البيت. طيب الله خلنا نحكم عليه، انه البطل الذي انتظرناه، لكن هل هو ما بخير؟ والله انا اقص ايدي اذا هو ما بخير. من البلكونه رمى نفسه هو وياها، كيف حيكونوا بخير؟ الخيار الاول نرميه بحفره عميقه، والخيار الثاني نلبسهم اقنعه مضاده للغازات، والخيار التافه البيض هذا، والخيار الثالث نحبسه. وشوف بصراحه انا جدا محتار، ولكن الخيارات ما تساعدك بشيء. شو هذا؟ لو انتم مكاني ايش كنتوا حتختاروا؟ انا بصراحه حاختار اني اسجنه، ولكن اكتبوا لي ارائكم بالتعليقات. 15 اسوأ خيار. اكتبوا لي رايكم انتم وخلينا نشوف مين اللي حيفوز فيكم. الرجل ضد الجمل. ايش ذا؟ ايش فيه؟ ليه طيب؟ يا الغالي الجمل شرب مي. طيب خلينا نفحص المي مثلا، ممكن يكون فيها سم. nope. رجال طيب الجمل طيب. اوي الجمل اكل الجوال حقه وقاعد يرن بداخل بطنه. طيب يلا خلينا نحكم عليه، نحكم على الرجال ولا على الجمل؟ اها يقول لك الجمل يجيب هدية. واو. الخيار الثاني يقول لك نحط السطل بقلب راس الرجال بس كذا. طيب غرامة مالية، سجن، غابة الأشباح، ما في كل هذا. الحين احنا نعرف انه الجمل حيوان والحيوان ما يفهم، فراح حط راسه من راس الجمل. تعال نحط سطله براسك عشان تعرف ان الله حق. 25 يلا عشان تعرف تكبي ميته ثاني مرة. يا راس السطل احصنه فقط. طيب لماذا قام الحصان بضرب الحصان الآخر؟ الحصان الثاني مات. الو طيب الحين انا ماني فاهم ايش السبب، وهل حنحكم على حصان فعليا؟ هاي الو ايش فيه؟ رميت المي على هذا الحصان وطلع حمار الوحش. يلا خلينا نحكم عليه. التقاطة موفقة، لم اكن منتبها لتلك الكوبرا الماكرة. كوبرا؟ كوبرا حية يا شباب. زيبرا هو الحمار الوحش يا اغبياء يا شو هذول المحلفين اللي جايبين لي اياهم يا زلمه؟ الخيار الاول نعطي الحصان جائزه، والخيار الثاني نسجنه. كيف تسجن حصان؟ انا مش فاهم. الخيار الثالث نعطيه مصل عشان ما يظل يرفس. فانا عن نفسي بختار الخيار الاول، لانه هم قالوا فقط للاحصنه، والرجال ما غلط، او الحصان يعني. يلا 15 يقطع من محلفين اغبياء. يا زلمه شو هذا؟ رفعوا لي ضغطي يا اخي. يا اخي بصراحه انا سئمت من هذول المحلفين الاغبياء، طلعوا لي روحي اقسم بالله، مشتهيني اجلدهم واكسر راسهم تكسير. ولكن اتمنى انكم انتم ما تكونوا مثلهم وتطلعوني بريء بقضيه حسين. ولا تنسوا ايضا الاشتراك وتفعيلكم لزر الجرس بالقناه على كل الاشعارات عشان ما يفوتكم كل شيء جديد. ورايح اربي المحلفين الاغبياء والله. تعالوا تعالوا.